من أصحاب رسول الله رجال عشرة، خير الناس بعد الرسل كرام بررة، صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة، بشراهم بالجنة سبقت، يا للبشرى يا للبشرى. أولهم والد عائشة زوج رسول الله وبكرة، أبو بكر أول من آمن، الصديق رفيق الهجرة، كان يحب رسول الله أبدا ليس يخالف أمره، أنفق أعتق لم يتردد، يرجو الله فعظ الضماجرة. والثاني عمر الفاروق يخشاه الشيطان ويكره، كان رقيق القلب قويا، نزل الوحي يوافق فكره، فتح الأمصار بإيمان، حكم فعدل وترك الأثر. كان الإسلام غريبا حتى أعز الدين بعمر. ذو النورين الثالث وهو عثمان ذو جيش العسرى، كان حيا كان رفيقا، يحيي الليل ويكسر ذكرى، بايع عنه رسول الله يوم البيعة تحت الشجرة، جمع القرآن وارسله للأمصار بأيدي سفرة. هو الرابع وأقربهم رحما، ابن العم وزوج الزهرة، باب العلم عليه كان ولي رسول الله وظهرا، كان كهارون إلى موسى يحفظ سره يشدد أزره، أحب الله محب علي وابنيه الحسنين الخير.